كتير، ويعني انا بشكر الدكتوره منال وبعتذر للدكتور محمد عبد الجواد نفيس الصيادله. يعني المفروض ان كشكله التحقيق هتتقال الاول، فانا بدعو سيادته يعني مشكورا. اتفضل حضرتك. أعتقد أن أنت مرضتش يا شخص، أنا استفدت جدا من حضرة كلنا استفدنا صحصحة الممارسة طالت القصر أكثر ذلك 52 سنة متخلف مارست العمل في الصيدلية المقولة الأخيرة إن المريض لازم يخف من حاجتين، يخف من المرض يخف من استعمال الدواء، دي مسألة يعني حقيقة شديدة في الأهم. أنا ما درستش كلينيكا فارماسي خالص، لكن أدعي خلاص يعني حقيقة أنا زي ما قلت من يومين أنا نقيب صيدلة منتهية ولايته زي ما تقول. أنا درست كلينيكا فارماسي، وإحنا كنا بندرس عشان نطلع برودكت أورينتد، ما كناش بندرس عشان نطلع بيشنت أورينتد. أنتوا عارفين يعني إيه، خصوصا إن أنتوا معظمكم دارس كلينيكا فارماسي أو كلكم. احنا كنا بنهتم الاساتذه يعلمونا how to be productive، وكنا بناخد بعض الميديكال سيلبسز على استحياء شديد جدا. كنا بناخد فيسيولوجي وشويه حاجات كده بريليمينري في الاناتومي، وكنا بناخد الفارماكولوجي على ايامي انا كان بيديها طبيب. أنا بدعي إنه في البرنامج الانتخابي الأخير أو ما قبل الأخير كانت أهم نقطة في البرنامج هو how to implement the clinical pharmacy. إحنا ناس بقالنا 90 سنة بنعمل دواء، وأنا لسه بقول لزمايلي إن إحنا عاوزين نعمل documentation للدواء والصيدلة في مصر. وأنا بعد ما أخرج من النقابة هعمل لجنة قومية ل يعني رحلة الدواء في مصر. وأنا عاوز أقول لكم إنه صناعات كبيرة جدا زي المسيج وزي الحديد والصلب وزي الإسمنت، هقول لكم كمان حتى صناعات حربية قلت قوي البوتنشياليتي بتاعتها، قلت والكواليتي بتاعتها قلت، استبدلت بصناعات غير وطنية. كلكم عارفين ان احنا بننتج من دوانا 85% في مصر، وانا بعمل الحاجات دي بوريها للناس اللي هم مش صيادله، لكن انا باخد 9 ادويه في اليوم. الدكتوره عندها حاله 18 دواء، انا باخد 9 ادويه ومراتي بتاخد 9 ادويه، وانا عندي 10 احفاد. انا مونيتورنج كل يوم ان ما يدخلش بيتنا دواء غير مصري. انا لسه فاضل لي من اليوم 6 أدوية كلهم أدوية مصرية، وعاوزين نشيل من أدمغتنا إحنا أولا. أنا حضرت مؤتمر في اسكندرية كله صيادلة التأمين الصحي، الحديث الرئيسي في المؤتمر إن أدوية التأمين الصحي is not effective.
ودي يعني بتاخدني مشكلة كبيرة جدا. لما تحرر زمان بالكلينيك الفارماسي انا خدت مجموعة ورحت مستشفى الشخصي التخصصي، وكان مدير المستشفى صديق شخصي لي، صديق شخصي يعني صحاب. قلت له انا جاي عشان اقعد مع السيادة مع الاطباء، نتكلم في موضوع جديد من 20 سنة تقريبا، كان اسمه الدكتور ماجد زايد، اللي يعرف الاسم ده استاذ جراحة عامة. فلما جيت اتكلم عن الكلينيكال فارماسي واهميتها، بعد دقيقتين لقيته مشي وبعت لي ورقه بيقول لي لو كنت اعلم ان انت بتتكلم في موضوع بالشكل ده لم اكن لاستقبلك، لان الحديث عن الكلينيكال فارماسي في وقت من الاوقات كان حديث عن ممارسه الطب وليس ممارسه صيدله. لو انا بقول له دعوتي النهارده عشان احضر مؤتمر بيتكلم على البريست كانسر والجينيكولوجيكال كانسر، هذه زي ما تقولوا زي عارفين ما حدش عارف يعترف بالدوله الفلسطينيه، انا بقول هذه اول خطوه في الاعتراف باهميه وخطوره الكلينيكال فارماسي، خصوصا في الموضوع المعقد الخاص بالانكولوجي. ودي اول ندوه او ورك شوب تتعمل جوه الورك شوبس بتاع موضوع البريست كانسر اند انكولوجي. عندنا الانكولوجي معناها ان احنا شاركنا في اخطر واعقد الامور المرضيه اللي بتمر بالعيان. انا عارف ان اشرف ابو المجد والصيدلي فين هو اشرف؟ طب انا ده انا اشكر فيه ما تندهوله عشان انا اقول لك انت بتختصر الكلام. اشرف بذل مجهود كبير وحضرتك متهيألي كانت تدور في هذا الموضوع في ان احنا ناخد هذا المكان. انا بقول انها خطوه في نهايه مساري النقابي انا معتز بيها جدا جدا جدا. والاستاذ اللي منظم المؤتمر بيوعد انه في كل سنه هيتعمل فيها مؤتمر الكلينيكال فارماسي هيكون مشارك فيه. مش كده؟ دكتور هشام الغزالي. دكتور هشام. انا ليا شويه حاجات عاوز اقولها دكتوره منال. اولا انا ببارك لك قائمه باعمال عميد كليه الصيدله جامعه عين شمس، وهي من احسن كليات مصر. وهبارك لك اكبر ان شاء الله لما تبقي العميده في القريب العاجل ان شاء الله. ان شاء الله مبروك. وعلى فكره انا دفعتها، انا دفعه 62 وهي دفعه مش عارف كام، 80 89 85 كام؟ حاجه فكرتني بحاجات كتير قوي. فكرتني انه عندنا عدد غير قليل صيدليات بدون صيدلة، وهي يعني انا قد اكون حاد شويه في هذا الكلام. الصيدلي صاحب الصيدليه اللي ما بيوقفش فيها صيدلي وبيصرف على بيته وعلى اولاده من عائد هذه الصيدليه، هذا المال حرام، مال حرام اللي بيتقال عليه سحت. لان انا واخد شهاده واخد ترخيص وديستنجوش في المجتمع، في المجتمع محطوط تحت خط على ان انا صيدلي. كوني اسمح ان في مريض ياخد الدواء من يد غير صيدلي دي بدايه المأساة. دي مأساة اظهر منها شويه. هو موضوع يمكن انا ما اتكلمتش في المساله دي، موضوع الدليفري. موضوع الدليفري ظاهره خطيره ممنوعه في بلاد كثيره جدا في العالم. ممنوعه. لعده اسباب.
مين اللي بيملي الدواء. شوية بتتكلم على signing of prescription وتتكلم على ده موضوع نتكلم فيه بعدين. إنما أنا بسأل سؤال، لما بيجي تليفون عشان يطلب دواء، مين اللي بيملي الدواء؟ المريض. ممكن تكون مراتي، ممكن تكون أمي، ممكن أي حد، وممكن كمان إن أنا أقول لشغالة امسكي علبة الأدوية دي واطلبي من الصيدلية. ده شق مجتمعي يدل على إن إحنا ما وصلناش للمجتمع بالدرجة الراقية اللي إحنا وصلنا لها. طب مين اللي بيتلقى التليفون؟ الصيدلي؟ ليس بالضرورة أن يكون اللي بيتلقى التليفون الصيدلي. ليس بالضرورة أن الحالة التي كنت أن أفقد فيها زوجتي تتكرر نتيجة أن المريفان، أنا عاوز العلبة المريفان الزرقاء وهي مش زرقاء، لما فيها خط مش عارف من تحت يضيع الدنيا. ظاهرة الدليفري ظاهرة احنا يعني اتجرجرنا ليها، وكان يجب على بأي شكل من الأشكال أن تقف النقابة في مواجهة هذا الخطأ اللي بيشيله الصيادلة بس. ففين الحالة اللي قالتها الدكتورة منال بتاعت صيدلي قاعد بيعيط على الأرض ولا معرفش مين دي على الأرض نتيجة إن هو ارتكب خطأ أدى إلى الوفاة. الدليفري أنا نفسي يا دكتورة تعملي إحصائية عن الحالات اللي الدواء بيتعمل بيتبعت فيها بالدليفري. أنا في نقابة الصيادلة دي بقالي 25 سنة. أتمنى إن كل سنة أو كل 6 شهور يتعمل مؤتمر اسمه مؤتمر الفريق الطبي أو الفريق الصحي. يحضروا 3، يحضروا الطبيب والصيدلي والتمريض، ويكون جهز للمؤتمر من خلال الأبحاث زي الأبحاث اللي الدكتورة منال أشرفت عليها. ايه الاخطاء؟ هي قالت ان الدواء عباره عن ادفنشن، مش كده؟ قلت في الاول ان الدواء مخاطر، يعني اول ما نيجي للدواء بنخش في مخاطر. ايه الاخطاء اللي في البريسكريبشن؟ وانا حضرتك نسيتي تقولي او قلتي سريعا كده الاخطاء التي تنجم عن جهاز التمريض، عن التمريض مستشفى اليونت دوز سيستم مش مطبق في كثير من الأحيان، واليونت دوز سيستم نظام حتى قديم في أنظمة أحدث منه. في نوع من الشعور عند الأطباء، وأنا بقول الكلام ده لأني صيدلي بقالي 52 سنة متخرج، في شعور إن الدواء بتاع الأطباء، مش كده ولا؟ يعني إحنا إيه؟ We are delivering people. الشعور ده ابتدى يتغير بدليل العدد اللي موجود والعدد اللي بيتمرن دلوقتي، وبدليل إن أصدر وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوي وأنا بأذكره بالخير أنه لا تفتح مستشفى ولا ترخص مستشفى إلا إذا كان فيها كلينيكال فارماسي. أنا مش هقدر أتكلم كتير لأن أنا رحت شفت كلينيكال فارماسي يونتس في مستشفيات. فخر عندي ان كل البرنترال ادمكشر بتعمل في معهد الاورام 100% البرنترال ادمكشر بتعمل عن طريق فريق الكلينيكال فارماسيز، وده تقدم شديد. وهنا بذكر برضو تاريخيا اول واحد فكر في ما يشبه الكلينيكال فارماسي في مصر هو الدكتور شريف اللي ماسك مستشفى 57 شريف ابو الملك. الراجل فكر تفكير بسيط جدا، هو كان مسؤول عن قسم الانكولوجي بتاع الاطفال في معهد الاورام. فكر فيه ان سيمبل واي، وانا قعدت معاه كتير ووقت كتير قوي وشفت هو بيفكر ازاي. هنضرب مثلا، طبعا الدكتوره اشارت بالذات الدوز بتاع الانكولوجي ما بتتعملش بالويت، بتتعمل بالسيرك سيري. نعم
البودي ماس اندكس. انا بقى ما تكلمنيش انجليزي عشان انا لا درست كلينيكال فارماس، انا اب للمشروع بس مش اكتر. فلينا سيمبلي كده شركه اكس هناخد مثلا بتعمل ادلت دوز 150 مللي وبيدياتريك دوز 50 مللي، وقسم الاطفال في مستشفى بالاورام بيدي للاطفال ال 50 مللي. ببساطه كده الماس اندكس اللي حضرتك بتكلمي عليه طبقها الدكتور شريف، واكتشفنا في خلال سنه ان الكوست بتاع الادويه، انا بتكلم في الكوست مش بتكلم في اللايف ستايل اللي اتغير بالنسبه لمعينين الاطفال والحاله الصحيه بتاعتهم، الكوست نزل 57% في ادويه هي بطبيعتها اكسبنسيف. ومش مساله اكسبنسيف، مساله ان انا ما عنديش في مصر ما يغطي كل حالات الانكولوجي الكافيه، يعني انا محتاج جدا لهذا. ومستشفى 57 357 قائمه على فكره الانسولين. انتوا عارفين في حد هنا من المستشفى؟ هم بيطلقوا كويس لكن هم يستحقوا حاجات كتير قوي. انا بقول في 10 سنين يا ولاد، في 10 سنين هيبقى النقابه قادره على انها تقول ممنوع حد يفتح صيدليه الا اذا كان كلينيكال فارماسيست او دارس كلينيكال فارماسيست. وانا بفكر وانا خلاص I'm going to be out right now ان الصيدليه اللي فيها صيدلي كلينيكال فارماسيست دارس كلينيكال فارماسي النقابه تحط له على ازاز الصيدليه من بره حاجه كبيره كده تقول ان داخل هذه الصيدليه كلينيكال فارماسيست. انا بقول في 10 سنين هيحصل انا بقول ان البنات دول هيفتحوا صيدليه ان ذا فيوتشر، يعني هم شكلهم معاهم يعني ناس كويسه ان شاء الله انهم يعملوا. اعتقد الدكتور في الراجل اللي قاعد في الاخر اهو الدكتور محمد عبد اللطيف بيقود بكفاءه شديده محاولة التدريب عدد كبير من السيارة وتعليمهم في كلينيك فارماسي. وانا عاوزك تطلعي على البروجرام بتعمل ازاي. انا هسمع انا ليه بقول انه لو في كلينيك فارماسي قوي داخل المستشفى واصبح الطبيب اللي لسه متخرج واللي بقى نايب واللي بقى رئيس قسم واللي شاف الصيدلي جوه المستشفى بصوره مختلفه تماما، شافه بيفوت على العيان الصبح، شافه بيتدخل في الجرعات. وانا بفكركم ان التيم الطبي الذي يمر على المريض في حوالين السرير لا عيب وده منطق ان يراسه الطبيب، ده مش في مساله اي حاجه غلط. لو فرض ان شكل الصيدلي في المستشفى تحول من راجل بيرعى او بنت بترعى قصه الدفاتر الى بنت بتشترك في العلاج اشتراك فعلي، انا بقول انه الصيدلي في الستريت فارماسي هتتحول العلاقه بينه وبين الراجل اللي عنده عياده العلاقه مختلفه تماما. احنا فتحنا اول امبارح مركز المعلومات الدوائية الناشونال في مقر النقابة الأسبكية، وأنا محمد قال لي إن المراكز اللي اتفتحت في المستشفيات دلوقتي حوالي 100 مركز أو أكثر من 100 مركز أكثر، وإحنا بنمول المراكز الانفورميشن سنترز وعاوزين تشجعوا الأطباء. أنتوا كلينيكال فارماسي معظمكم بيشتغل في المستشفيات، عاوزكم تشجعوا الأطباء إنهم يستخدموا
في Drug Information Center. مش عيب. مش عيب. وعاوزكم تشجعوا المرضى انهم يستعملوا Drug Information Center. احنا عندنا المريض انتوا عارفين يمكن الدكتورة منال تعرف كده لما سافر من 5 سنين في امريكا المريض في البلاد الاوروبية والامريكية بيشترك في وضع بروتوكول العلاج. المريض يشترك في وضع بروتوكول العلاج لأسباب كتيرة. أنا ما عنديش لسه المريض ده بس أنا عاوز اللي ما أمكن ذلك تشجعوا الأطباء على استخدام الـ DIC Drug Information Center وانتوا ترجعوا للـ Drug Information Center. أنا عاوز أسمعك أنا متأسف إن أنا تفضلي أنا كنت سامعك وأنا مديك ظهري لكن خليني تفضلي. احنا مش عاوزين كده
يعني في كلية بتدرس الكلينيكال فارماسي سنتين، وفي كلية بتدرس الكلينيكال فارماسي من أول سنة، وفي موضوع المجموع والدرجات، وفي الأوحش والأوحش والأوحش إن أنا أقدر أدرس الكلينيكال فارماسي لما أدفع فلوس، لما أدخل في paid syllabus. وده موضوع الحقيقة برضو أنا بقول أنا ما تعلمتش خالص how to be patient oriented. كنت فتك في إن أنا أعرف الأرسال بتاع السكسينة مايد والمشت أرسال إزاي أرسي بقى ستيبل وإزاي أرسي بقى معرفش إيه. إنما أي حاجة يا جماعة إحنا كنا بنتساءل إيه اللي بيحصل للدواء لما يحصل له لما الباليديتي تايم بتروح. بنتكلم على الفيزيكال وعلى الكيميكالز بس، مش على الاثار الجانبيه للباي برودكتس اللي حصل. عموما الدنيا اتفتحت قصادكم، واتمنى ان انتوا يعني تشوفوا الجهود. وانا بقول لكم زي ما انا اشرت بسعاده شديده لاشرف ابو المجد، انا فوجئت بشخصيه الدكتور محمد عبد اللطيف. احنا بقى لنا مده بنتكلم عن كلينيكال فارماسي. دكتور محمد عبد اللطيف ساب الدنيا كلها وبيعمل برنامج ناجح واورجنايزد للوصول بالكلينيكال فارماسي الى اكبر عدد ممكن. انا ما كنتش متصور ان انا اطول كده، بس الدكتور هنا بدأ يمسك الكلام. اشوفكم ان شاء الله، يعني ان شاء الله هزوركم في المستشفيات. انا مش هبعد عن الدواء، بس هبعد عن النقابه، لان انتوا جوه النقابه طلعتوا عيني وعيني اللي خلقوه واللي خليكوا واللي خليكوه. اشكركم جدا على الاستماع، واعتذر عن الاطاله، وشكرا. السلام عليكم.